أينما كنتم طابت ليلتكم بكل خير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. نعتذر في المستهل لهذا التأخر في الموعد نظرا للارتباط بمهرجان الخالدية للجواد العربي والذي انتهى قبل قليل في فعالياته. على أي حال، البداية كالمعتاد في برنامج الملعب بالعناوين في هذا المساء سنتابع. الأمير محمد بن فيصل يتحدث للملعب عن أسخن ملفات الهلال، ويؤكد خالد عزيز كان منضبطا في إدارتي، ويضيف أنا مؤيد لرحيل سامي من أجل التدريب. سلمان القريني يستأنف على حسابه الخاص ويقول انتظرت تكريمهم فكان الحديث معي غير لائق. لجنة مناقشة يوسف عنبر تعين أسبانيا مساعدا له. بعد ثلاث جولات، الأهلي الأول جماهيريا والهلال ثانيا. وغدا جولة جديدة من صراع الصدارة بدوري زين. أينما كنتم أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام، مشاهدي برنامج الملعب. ومرة أخرى أعتذر ونعتذر عن التأخر في الموعد نظرا للارتباط بمهرجان الخالدية للجواد العربي والذي انتهى منذ لحظات في فعالياته الأولى. على أي حال، أرحب بضيفي الكريمين في هذا المساء. معي هنا سامي اليوسف وهو رئيس القسم الرياضي بالعربية نت ورئيس تحرير صحيفة شوت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيد رجل. عبر الاقمار الصناعيه ارحب من جده بحسن عبد القادر وهو رئيس صحيفه هاتريك الالكترونيه. اهلا وسهلا رئيس التحرير. هلا ابو خالد، امسي عليك، امسي على الاخ سامي وعلى المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. على اي حال، في عناوين الكثير من المواد المثيره لهذا المساء، لكن البدايه كالمعتاد بالخبر الرئيس الذي ياتي اليوم بعد الاجتماع من قبل لجنة المناقشة التي كونت لمناقشة الكابتن يوسف عنبر وإدارة أو الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي. أعلن اليوم من قبل لجنة المنتخبات عن تعيين الأسباني رودريغو مساعدا للكابتن يوسف عنبر مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، وذلك اعتبارا من اليوم. والرودريغو يعتبر هو مستشار فني قبل ذلك لإدارة المنتخبات السعودية، ويعد بحسب البيان الذي صدر اليوم إضافة ودعامة فنية كبيرة ستعطي دفعة فنية كبيرة ستضاف لجهود الكابتن يوسف عنبر الذي كان ولا زال يقود المنتخب الأولمبي. البيان الصادر من إدارة شؤون المنتخبات قال أنه إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية لإدارة المنتخبات مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب لمناقشة خطة عمل وبرنامج المنتخب الأولمبي عليه. فقد ارتأت إدارة شؤون المنتخبات السعودية بعد التشاور والتنسيق مع اللجنة الفنية الخاصة تعيين المستشار الفني الأسباني السيد ريكاردو رودريغو مساعدا للكابتن يوسف عنبر. لا أدري ما الذي تقرأه سامي اليوسف في هذا التعيين. وش بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا كلنا صدمنا حقيقة بطبعا بتعادل كان أشبه أو بطعم الخسارة من المنتخب القطري في بداية أو مستهل المشوار نحو أولمبياد لندن. طبعا كنا نمني النفس بفوز عريض عطفا على الشوط الأول، وأيضا يعني التفوق المهاري وما إلى ذلك. ولكن طبعا بعد المباراة فوجئنا بتصريحات متناقضة ما بين إدارة شؤون المنتخبات وأيضا مدرب المنتخب الأولمبي الكابتن يوسف عنبر. وعبر هذا البرنامج المتميز سمعنا أن طرحا يعني حقيقة يمس صميم إعداد المنتخب الأولمبي لمثل هذه المناقشة. من الكابتن يوسف عنبر. طبعا لاحظنا أنه طبعا تأخر في الإعداد مدة فقط تقريبا 5 أيام. لاحظنا أيضا يعني اشتكى من
تدخل أو تدخلات أو طلبات مثلا الأندية. عموما كانت القراءة واضحة بأن المنتخب لم يكن جاهزا 100% لخوض هذا المعترك أو هذه المباراة. فوجئنا أيضا بكلام بعد المباراة، وأعتقد أيضا عبر هذا البرنامج المميز لرئيس إدارة شؤون المنتخبات الأستاذ العزيز جدا محمد المسحل، والذي نعم. ندعمه بقوة حقيقة، ولكن لا يمنع أن نقول انتقاداتنا من منطلق الحرص كما هو حريص أيضا. نعم. قال بأن هنالك لجنة، صرح تصريح قال أنه في لجنة ستناقش وهناك إجراءات إصلاحية وما إلى ذلك. ألمح وكأنه يعني لم يكشف عن مثل هذه الإجراءات أو ماهية هذه الإجراءات، ولكنه كأنه ألمح إلى أنه قد يعني يكون في هناك إقصاء للمدرب أو محاسبة شديدة للمدرب. اليوم الآخر أو اليوم التالي فوجئنا أيضا بتداخل من يوسف عمر عبر هذا البرنامج أيضا المميز بأنه يقول أنا لا أعرف عن هذه اللجنة ولا أعرف لا هو قال عن أعضائها. سيجتمعوا معي بعد يومين، لكن لا بس هو أنا أتذكر قال أنا سمعته لا أعرف عن أعضاء هذه اللجنة، من هم أعضاء اللجنة وماذا عموما اللجنة، يعني ما أدري إيش كان الهدف منها يعني تحديدا، ولكن الآن نفاجأ أيضا بأنه مستشار فني كبير على مستوى عالي من الخبرة والسي في المحترم جدا أن يعمل مساعدا مع مدرب يعتبر قياسا بالنسبة إلي أقل. ومن ثم تحرك، يعني احنا ناخذ الجانب الايجابي نقول انه في تحرك تدارك للاوضاع لاصلاح الوضع هذا ايجابي، ولكن من الجانب الاخر كان يفترض مثل هذه الخطوه ان قرات انت انه تكون سابقه، قرات انت جمله قلت عن اعداد او قراءه او بناء خطة ارتأت عمل ايش اللي قبل ارتأت وبرنامج. خطه عمل خطه العمل تناقش قبل طيب، وعلى ضوئها تتم القرارات، ولكن احنا حنقول يعني يدا بيد المنتخب. حسن عبد القادر، يبدو يعني سامي يعارض الى حد ما ان يعين في هذا الوقت مساعدا كان مستشارا لاداره المنتخبات، هل تؤيد انت ام تختلف ام تتفق؟ ماذا اول شيء ابو خالد، خلينا نتطرق لنقطه مهمه جدا، ان يمكن احنا كانت اللجنه واختيار مساعد ليوسف عنبر كانت رده فعل نتيجه مباراه قطر اللي هي التعادل بين المنتخبين. كل هذا الكلام في السابق ما كان في نيه انه يكون في مساعد معاه او في نواقص فنيه في بس هو كان يطالب بمساعد مثلا اذا كان تحدث مع المنتخبات، لكن لم تظهر الاعلام بشكل واضح. بالتالي اعتقد انه القياس على النتيجه المحصله هي على المباراه. انا اعتقد انه في المباراه نفسها في داخل ارض الملعب كان المنتخب السعودي يقدم بشكل ممتاز جدا، وصل لمرمى المنتخب القطري باكثر من مره، كان ممكن ينهي المباراه على الاقل في الشوط الاول بثلاث اهداف، كان متفوق في جميع الجوانب الفنيه، وبالتالي احنا يعني كانت كل رده فعلنا على نتيجه المباراه. اديك الجزء الثاني من سؤالك يا ابو خالد، وجود مساعد مع يوسف عبر، اول شيء كنت اتمنى ان تحدد مهام هذا المساعد، في الاخير هو سيظل مساعد وسيظل القرار الاول، اختيار التشكيل، اختيار الاسماء، كيفية المعسكر، كيفية الإعداد، فترة التحضير، كلها ستكون بيد المدرب الأول وهو الكابتن يوسف عنبر، وبالتالي البيان ناقص. أنت لما تضع أي شخص في أي منصب تحدد المهام اللي يقوم فيها، إيش دوره؟ لا هو حسن معروف المساعد كيف يكون، يعني معروف أدوار المساعد، هذه ما يحتاج لها إلى شرح. إذن الوضع كما هو، سيظل يوسف عنبر. لكن هل تقرأ نية مسبقة قد تكون لإبعاد يوسف عنبر والتمهيد والتهية بهذا يكون بإحلال مساعد؟ ما يحتاج أبو خالد، القرار ما يحتاج، يعني يوسف عنبر في الأخير مدرب وطني مثل أي مدرب وطني آخر، قد يأتي يوم طيب. يعني مر على المنتخب مدربين وطنيين كثير، القروني سابقا، نحن هو منتخب الشباب طبعا، الجعيثين، مدربين آخرين مروا على المنتخب طيب. ورحلوا، يعني لا يحتاجون أنهم مقدمات أو توطيع عشان يقول يوسف عنبر مشكور على الجهد ومع السلامة، لا ما يحتاج يعني. طيب كان افترض انه يتخذ قرار، اذا كان فعلا فيه نيه مبيته عاد يوسف عنبر يتخذ قرار من اليوم عشان المدرب الاساسي او المدرب اللي يعد الان رجالي انه يقوم بعمله متكاملا وليس يقوم بدور يعني مبدئي ثم يقوم بالدور طيب. الكامل مع المنتخب. على اي حال هذا فيما يخص الخبر الاول الذي كان اليوم قد صدر على اداره لجنه المنتخبات وشؤون المنتخبات، وبالتالي تعيين مساعدا ليوسف عنبر. في جانب آخر وفي حديث خاص للملعب، الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال السابق كان قد تحدث عن جملة من الموضوعات التي تخص الأزرق في هذه
الآونة. الحديث كان خاصا للملعب. نتابع في هذا الجزء الأول ماذا قال الأمير محمد بن فيصل. جسام الجابر من اللاعبين اللي قدم الشيء الكبير للكرة السعودية ولنادي الهلال، وهذا الطموح. يعني زي ما يجيك لاعب ناشئ، أنا من فترة من فترات جاني الكالثم والفريدي، قال نبغى نروح البرازيل نتعلم 3-4 شهور على طول، وافقنا. لأن هذا لما يجيك الشخص يبغى ينظر للأفضل، يبغى يكون دائما أفضل، فيجب أنك تدعمه. فأتوقع متكلم يعني المحترف يجب أنه يستمر، ولكن مثل هالأمور زي ما اللاعب لما يكون عندك بعقد احترافي ويجي مثلا فترة إعارة 3 شهور 4 شهور، لو في أوروبا لو هذا فيها صالح للاعب فأكيد بتوافق. نفس الشيء الإداري لما تجي له دورة حتى لو 2-3 أسابيع، والهلال وجود شخص الأمير عبد الرحمن والأمير نواف ووجود إداريين على مستوى عالي في الهلال، أكيد أنه ما حتحس فيه أي خلل في نادي الهلال. وهذه أيضا شيء جيد لسامي الجابر. يعني لو كان الموضوع سمو الأمير تحت رئاسة، لو كان تحت رئاستي أكيد وافقت، لأنه لما يكون عندي إداري بهالعقلية ويبغى يتطور دائما وهذا التطور حيفيد نادي الهلال في المستقبل، فأكيد أني بكون مرحب فيه. نذهب للاعب خالد عزيز. نعم. خالد عزيز انتقل من نادي الهلال إلى نادي الشباب سمو الأمير. يعني هناك اختلاف كبير، يعني ما نشاهد عندما شاهدنا خالد عزيز في فترة رئاستك لم يكن كما كان في فترة رئاسة سمو الأمير عبد الرحمن السعد في الغيابة. والله هذه ممكن تسأل عنها خالد عزيز، يعني أنا ما أعرف. أنا خالد عزيز في فترتي وغاب يمكن أول موسم في نهائي، وبعد كذا يعني استمر وكان مواظب وكان نجم كبير وكان مع المنتخب. بعد كذا اختلاف، يعني هذا شيء راجع للاعب. يعني أنت ما أقدر أدخل في تفكير اللاعب وأشوف إيش اللي اختلف من هنا وهنا. لكن من اللاعبين سمو الأمير الدائم. أيوة، لكن يعني بحكم أنا عملي في الولايات المتحدة يعني ما أتدخل. يعني دائما يعني لازم واحد يكون واضح، لما هناك في رئيس والكل مرحب بالرئيس والكل مؤيد ما يقوم فيه الرئيس، فلا يمكن أن تعطي مجال لأي شخص أنه يتكلم أو يعطيني. إذا أنا أبغى أبحث عن أخبار النادي في الأشخاص المعنيين وفي رئيس النادي، وإحنا الحمد لله دائما قريبين معه وناخذ الأمور من عند رئيس النادي. فهذه أمور تحصل كرة القدم، لاعب يصير فيه غيابات ما يستمر معاك ينتقل لنادي ثاني، هذا الاحتراف. بس الهلال بكل أمانة متى ما غاب شخص في شخص اللي يعوضه، يعني في كل مراحل نادي الهلال، وهذا سر تميز الهلال. الأمير محمد بن فيصل إذن متحدثا عن جانبين، الجانب الأول يخص الدورة التدريبية التي ربما يخضع لها سامي الجابر في الفترة القادمة، وأيضا حديثه عن خالد عزيز ووضعيته حينما كان رئيسا لنادي الهلال. في الجزء الثاني أيضا مع الزميل أحمد أبو مسمار يتحدث الأمير محمد بن فيصل عن قضية إيمانة التي أثيرت مؤخرا، ونتابع ماذا قال. يعني من أولى المباريات من الجولات الأولى نشاهد قضية ربما أخذت حيز كبير في الوسط الإعلامي والوسط الجماهير بشكل عام، الرأي العام، وهي قضية اللاعب إيمانة. والله شوف، يعني يمكن نادي الهلال بحكم أنه النادي الأكثر جماهيرية والأكثر بطولات، ويعني تعرف يعني ما نبغى نخوض بالموضوع، لكن الموضوع معروف أهمية نادي الهلال، ودائما أي صغيرة تحصل ويكون فيها طلب نادي الهلال تعتبر قضية. لكن للأسف يعني بعض ضعفاء النفوس اللي يعني يعملوا مثل هالأمور اللي هو التزوير أو تركيب الصور أو غيره، يعني يجب أن يكون فيها عقوبة رادعة بصراحة. لأنه احنا رياضتنا للاسف الفتره الاخيره صار يعني الفرق ممتازه، في رعاه، يعني اشياء كثيره الامير نواف الان قاعد يعملها، واشياء يعني الكل كان ما كنا نتوقع انها تكون موجوده عندنا الان في الدوري السعودي. القناه الرياضيه الان كم دافع على اساس رعايه الدوري السعودي. فمثل هالاشياء يعني بصراحه يجب يكون فيها عقوبه رادعه، يعني رادعه بشكل ما يجعل اي احد ثاني يفكر نعمل مثل هالأمور.
اسمح لي بسؤال اعود للكابتن سامي الجابر. يعني سامي الجابر تحدث في احدى القنوات التلفزيونيه ذكر بانه تبقت له اموال من عقدي الاخير. لا هذا موضوع تعرف انت بعض اللاعبين خصوصا عندنا في المملكه لما يوقعون خارج النادي وكذا احيانا يكون في عضو شرف يتكفل ب يعني احيانا يعني سامي عقده وقعوا خارج المملكه كلهم متواجدين خارج المملكه فاحيانا يكون في تعرف يكون التفاوض عضو شرف يتكفل بنص قيمه عقد عضو شرف يتكفل وهذه تحصل في الانديه كلها فاكيد في بعض مبالغ اذا صارت بينه وبين بعض اعضاء احد اعضاء الشرف فاكيد هذا موضوع انه اكيد بيخلص بينهم يعني. سمو الامير محمد بن فيصل ليس له علاقه في الموضوع هذا. انا كرئيس للنادي وقعنا واتفقنا وفي عضو شرف هو اللي متكفل فيها ولا هو ضايع اكيد حق سامي انه هو هذا شيء بينه وبين عضو الشرف. إذا حديث الأمير محمد بن فيصل مباشرة إلى حسن عبد القادر. أولا إذا كان لك تعقيب معين في في فيما طرح تحديدا في حديث الأمير محمد بن فيصل عن قضية إيمانة وهي القضية التي أنت كنت وصحيفتك أحد الأطراف القائمة فيها. طبعا أحترم الأمير محمد بن فيصل وأحترم رأيه لكن أنا لو جاء الكلام الأمير محمد بن فيصل يعني أو لو مسؤول هلالي مثلا رئيس النادي أو نائب رئيس النادي تحدث في الموضوع سأدلي بدلوي وسأرد يعني بما أعرف لكن الأمير محمد بن فيصل عضو شرف مثل أي عضو شرف آخر تحدث عن الموضوع بالتالي أنا من جانبي رجال الله أنا أقفلت هذا الموضوع نهائيا لا أتحدث فيه نهائيا لأن كل ما لدي قلته والموضوع أظن بالنسبة لي أغلق تماما لا أتحدث فيه. نعم إذا جد جديد ثم يعني أي شيء رسمي من إدارة نادي الهلال أو من الهلال سيكون لي رأي في الموضوع أو رد لكن أعتقد الموضوع أنا بالنسبة لي أرجو أن لا أسأل فيه لأني أغلق بالنسبة لي تماما. طيب احترم وجهة نظرك في هذا. سامي اليوسف إذا كان لك أي تعليق على الحديث الذي قاله الأمير محمد بن فيصل تطرق لجملة من الموضوعات. نعم هو تطرق طبعا لعقلية اللاعب المحترف بالنسبة لعزيز وأكد أنه عندما كان في عهده كان نجما ولكن هذا لا يختلف عليه يعني اثنان ممكن في موسم آخر يقل أداؤه وتقل أيضا مستوى انضباطيته. بالنسبة لل حديث عن عقد سامي والدورة أنا أعتقد أن هذه مسألة تناقش بين سامي وبين إدارة النادي خاصة بالسريع على مسألة إيمان لكنه أيد أن يذهب سامي لهذه نعم ولكن يظل الموضوع في المقام الأول بين سامي والإدارة. بالنسبة طبعا لعدم التدخل في بعض الأمور والتأكيد على أهمية الرئيس هذا شأن يعني هذه ميزة يتصف بها أعضاء شرف نادي الهلال بأنهم دائما يلتفون حول الإدارة أيا كانت هذه الإدارة ويعني يدعمونها معنويا. أتمنى شخصيا أن يتطور هذا الدعم من قبل سمو الأمير محمد بن فيصل إلى الدعم المادي الذي كان يناشد به ويطالب به رئيس النادي الأمير عبد الرحمن خصوصا في مثل هذه المرحلة. بالنسبة لحقوق سامي طبعا سامي هو من يتولى وهو كفيل بالرد عليها ولكن لا يمنع التذكير أيضا بأن في عهد إدارة الأمير محمد بن فيصل وهي إدارة ناجحة وحققت المزيد من الألقاب للهلال أنه كان في لها دعم كبير حقيقة من أعضاء شرف فاعلين من بينهم الأمير عبد الرحمن والأمير عبد المساعد. نتمنى حقيقة أن يكون الدعم المادي متبادل بين هذه أو بين هؤلاء الشرفيين. طيب على أي حال هذا في حديث الأمير محمد بن فيصل الرجل الذي تواجد وفقا لما ذكر يوم أمس تواجد في تدريبات نادي الهلال تواجد إلى جانب رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد الذي عاد مؤخرا ويبدو أنه سيحضر مباراة الغد في أول ظهور له هذا الموسم مع فريقه متواجدا بعد أن عاد بالسلامة. في جانب آخر وفي الشأن النصراوي سلمان القريني مدير عام الفريق الأول لكرة القدم كان قد أوقف بقرار صدر قبل يومين. القريني أعلن اليوم أنه سيستأنف هذا القرار الذي كان يستوجب إيقافه مباراة واحدة. القريني قال أنه سيستأنف على حسابه الخاص وتحدث عن جملة من الموضوعات الأخرى. نتابع أولا ماذا قال حول هذه القضية. ودنا يعني أن حتى المصطلح يعني عملية الطرد وذا أنه يقول ممكن يعني نغير المفردة هذه أنه بإبعاد من الملعب من قبل الحكم. طبعا أنا قدمت استئناف اليوم لجنة الاستئناف والموقف طبعا أنا اتخذت الإجراءات الصحيحة
للتعبير عن موقفي. طبعا أنا بنفسي مستغرب، وفي كثير استغربوا يعني عملية الإبعاد. فذاك أنا يعني زي ما قلت حاولت أني أتخذ الإجراءات السليمة والصحيحة بحيث أني أعبر عن موقفي. في البداية بدون أي كلام يعني حصل قرار الإبعاد من الحكم الأستاذ خليل. سبب انفعالك ولا؟ طبعا عملية الأشياء كل الأمور التفاصيل يعني موضحة في الاستئناف، لكن أنا بأتكلم بشكل عام، يعني أنا أتكلم بشكل عام عن اللي حدث. والدليل أن زي ما قلت أو الناس حتى استغربوا، حتى معلق المباراة استغرب أن الإبعاد النهلي، يعني الجميع استغربوا لدرجة أن أول شيء أن عملية أنها لنا يوم جانا الخطوة الأولى طبعا مجرد ما أشر لي الحكم أنا طلعت وحاولت أني أجي أتكلم معه بين الشوطين كان مشحون، وتقديرا له طبعا تقديرا للجنة الحكام وللدور اللي يقومون به والدور اللي نقوم به، فحاولت أني أكلمه بين الشوطين أستفسر، أبغى أستفسر صراحة. كان استقباله لي غير لائق الأستاذ خليل والله يسامحه، يعني ما قدرني رغم أني قدرته ولا تكلمت ولا في الملعب وحاولت بين الشوطين، لكنه ما قدرني بين الشوطين وبطريقة يعني ده، ففضلت أني ما أتكلم معه. تكلمت بعد المباراة، حاولت الاتصال بالأستاذ عمر المهنة كرئيس لجنة حكام وتكلمت معه في الموضوع، وتفاجأت أنه يقول أنه ما نناقش التقارير الحكام، لأن أنا أبغى أعرف وش السبب اللي يعني حدا الأستاذ خليل أنه يبعدني من المباراة. الأستاذ عمر يقول ما نناقش التقرير، طبعا أنا استغربت لأنه يقول عندنا اجتماع شهري نناقشها، ما نناقشها تروح مباشرة للأمانة العامة للاتحاد. تفاجأت أكثر يوم صدر القرار عن طريق لجنة المسابقات، برضو سألت وللأسف يعني أن لجنة المسابقات لم تجتمع يعني على أساس القرارات هذه، وإنما يعني اللي فهمت أنه إجراء روتيني يسوي سكرتير اللجنة ويرسل، يمكن أنه يصير في التواصل بالتليفون مع أعضاء اللجنة ممكن، لكن إذا أن بالنسبة لنا بحجم يعني إذا أن قيمة الشخص اللي يعمل كمدير فريق كذا أنها الأمور تمر بالسهولة هذه مشكلة، إذا أن كل واحد أنها إجراء روتيني. فلذلك هذا اللي دعاني للاستئناف، اللي خلاني أستأنف، لأن أنا بحاول نتوصل الحقيقة يعني على أساس رسالة للآخرين، هل يعني ما يؤمنون بالدور اللي نقوم به في الملعب أو لا؟ إذا أنهم ما يؤمنون به مشكلة. الاعتراض إذا أنه من اللي يفسر الاعتراض؟ وش معنى الاعتراض؟ كيف نعرف الاعتراض؟ يعني أنا إذا صار ما طلع علي أي لقطة أني أتكلم، أنا ما تكلمت مع الأستاذ خليل داخل المباراة أبدا لم أتكلم معه، كيف أعترض عليه؟ كيف حكم أنها اعتراض؟ هذه نقطة، كيف حكم أنها اعتراض؟ الشيء الثاني المباراة منقولة تلفزيونيا، يعني مجرد إن يعني الاعتراض أنها اعتراض على قرار على قراراته، وش القرارات اللي صارت وصار عليها اعتراض؟ سلمان القريني إذا متسائلا عن أسباب إيقافه أو إبعاده أولا ثم بعد ذلك إصدار قرار الإيقاف مستغربا في ذات الوقت، قال حديثا مهما ربما ضيفي لهما الحق أن يتحدثا عنه، لأن الحديث قال أن لجنة المسابقات بحسب ما عرفها لم تجتمع أصلا، قال أنه لم يعترض ولم يتفوى بأي كلمة، قال أنه يطالب بتفسير لما يسمى بالاعتراض كيف يمكن أن يكون وكيف يرفض. نتابع أيضا في الجزء الثاني ماذا قال سلمان القريني. جانا في غرفة الملابس الأستاذ خالد صلوي، أنا استغربتها ولذلك أنا بقولها الآن على الملأ على أساس الناس بعد يعني تناقش. دخل غرفة الملابس وقال نبغى نشيك على اللاعبين، قلت تفضل هذول اللاعبين قدامك شيك. قال لي أنت عارف أن في التعميم ولا؟ قلت طبعا أنا عارف، أنا مدير فريق وعارف كل الإجراءات وكل شيء ما يحتاج. تفاجأت، قال لي وين محمد عيد بالاسم؟ قلت له ليه؟ قال أبغى أشوف القزع حقه. كان محمد عيد الله يكرمكم ويكرم المشاهدين في دورة المياه. قلت له يا أخي مو بكويس أدبا أني أنادي اللاعب قدام زملاء أساس تشيك عليه، يا شيك على المجموعة كلها وذا. أو بالنسبة لهذه أنا شخص أنا أعرف التعليمات وأتحمل المسؤولية، إذا جاك في مخالفة للتعليمات فرجع، هذا
هذا كل ما في انا استغربت يعني حتى جاب كذا بالاسم يسال عن محمد، حتى ذكرت الشيء هذا للاستاذ عمر المهنة واستغرب كيف يسال السؤال هذا عن لاعب محدد. جاني مره ثانيه وقال ما تتكلمون، كيف ما نتكلم؟ ليش اجل جالسين؟ صعب ما تتكلم، بنتكلم. هذا بالنسبه للحكم الرابع. استغربت جاتنا ال 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 على قولتهم القشة اللي قسم الظهر البعير اللي يقول انها اعتراضات. طب انا انك تقوم من الكرسي هل هذه يفهم انها اعتراض؟ طبيعي الناس اللي جاء هدف او حدث اي في المباراة هجمة ولا كل الناس تقول طبيعي انك تقوم من الكرسي، لكن اعتراض بمعنى الاعتراض ما في اعتراض، ما في اي شيء يستوجب الاعتراض اصلا، ما في اي شيء يستوجب الاعتراض عشان اعترض، لان اصلا ان اول شيء فايزين يوم اني استبعد من الذا أن فايزين، وبعدين في بداية الدوري والمباراة ما فيها يعني ما يؤدي للشحن والأشياء دي سواء من قبل الحكم أو من قبلنا أو من قبل اللاعبين. ما في المباراة يعني لازلنا في بداية الدوري، إن فايزين في الشوط الأول كلها أشياء يعني أستغرب أنها يعني وصلت الأمور هذا أنه يبعد الشخص. اللي حدث جت كورة شافها الجميع، كل الجميع، كورة كانت أمامنا في كرسي الاحتياط اوت لنا وحسبها واضحه، طبعا واضحه وضوح الشم، كل اللي على كرسي الاحتياط لا لاعبين ولا جهاز فني ولا جهاز داري قمنا طبيعي طبيعي ردت فعل زي ما قلنا في الهدف وذا. فتفاجات جاء واشر لي قال لي تطلع. طبعا انا ما بغيت اصلا حتى اتكلم معه ولا شيء ولا ذا، طلعت في فهذا كل ما في الامر. طوال وجودي في نادي النصر لم اتحدث في يوم من الايام ضد الحكام سواء في الإعلام، إذا كان عندي ملاحظة ويعرف الأستاذ عمر المهنة أتصل مباشرة أقول ترى ملاحظتي كذا. هذا دائما اللي أنا استغرب يعني. أنا كنت أنتظر التكريم، أنا أنتظر التكريم من لجنة التحكيم ومن الحكام. هذا سر الاستغراب، هذا اللي دعاني للاستغراب. طبعا يعني اليوم حاولوا أو البارح أنا يوم طلع القرار وقال جيت بستأنف، في بعض الناس قالوا لي ما في داعي تستأنف وما أدري وإيش وتروح تخسر المبلغ. طبعا أنا دفعت المبلغ من حسابي الخاص الرسم اللي هو 10,000 ريال، لأني أنا دافع عن مبدأ، ما هي بقضية أنها مباراة. أنا يمكن أن اللجنة ما يمديها قبل المباراة، يمكنني ما أحضر المباراة زي كذا، لكن هذه عملية مبدأ عدم اقتناع. لا مبدأ عندي أنا، لأن الشيء هذا أنا حسيت أنه يعني قرار مو بصحيح، قرار الإبعاد وكملها قرار الإيقاف. أنا يعني ما في مبرر. في بعض الإخوان قال ما في داعي، فلا أنا بالنسبة لي لا داعي، هذا أنا سجل موقفي بالطرق والإجراءات السليمة. إذن حديث سلمان القريني متحدثا عن أنه استأنف على حسابه، استأنف هذا القرار طالبا أن يعدل هذا القرار، قال أنه لم يخطئ. حسن عبد القادر يبدو أن حديثه رجل يتحدث بصدق عن كثير من جوانب، لكنه يحكي تفاصيل دقيقة غير ظاهرة لنا. وسلمان القريني يقول أنه كان ينتظر تكريما، وجد نفسه يبعث ثم بعد ذلك يعاقب. أولا رجل الله، يعني أنا طبعا اطلعت على قرار صدر قرار إيقافات، هو كانت صدرت في 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 قرار واحد إيقافات لعدد من الإداريين من الهجر وفي الهلال وفي النصر ويعقوب النادي نجران أعتقد تأخر دخول الملعب، بالتالي كانت كل القرارات اللي صدرت يعني غير موضحه ايش السبب اللي قام فيه. مثلا نفس العقوبه في للهجر وللهلال وللقريني، نفس العقوبه نفس الكلام لكن مو موضحه. المفروض يكون في تفاصيل اكثر عشان الشخص يعرف ايش الخطا اللي ارتكبه، او حتى القاري والمشاهد يعرف ايش الخطا اللي ارتكبه سلمان القريني. اعتقد انه القرار مبهم. طبعا حكايه انه لم تجتمع في المسابقات، انا اعتقد انه بعض القرارات تمر بالتمرير بينهم، التمرير عن طريق المكالمات الهاتفيه، يمرر القرار ويعتمدوه هاتفيا ولا يستحق الاجتماع. لكن انا اثق ان سلمان القريني من افضل الناس طبعا خلقا وتعاملا وجلوسا على دكه البدلاء، حريص على فريقه. انا اثبت له انه حرص انه يدفع المبلغ الاستئناف من اجل ان تسجيل موقف او كمبدا بالنسبه له. انا ايده تماما في هذا الجانب، لانه ان سكت سلمان القريني او ان سكت اداري سابق وشعر انه في داخله انه مظلوم انه لم يرتكب اي خطا، وبالتالي ستتمادى وستكون في عقوبات لاشخاص اخرين لم يرتكبوا اي مخالفه. وبالتالي انا سلمان القريني هذه سابقه يعني تسجل لسلمان القريني، لانه شخص يبحث عن عن عن, عن, عن توضيح امور، لا يبحث عن يعني لا الرجل لم يتكلم عن غرامه ماديه، غرامه ماديه اقل من المبلغ اللي قدمه الاستئناف، هو يبحث عن توضيح صورة فقط وتوضيح معلومة. أنا
أضم صوتي لصوت سلمان القريني إنه القرار لم يكن واضح، لم يكن محدد إيش نوع المخالفة متى ارتكبت في الدقيقة كذا. يعني افترض إنه القرار يصدر إنه تم في الدقيقة كذا من المباراة كذا ارتكب مخالفة بهذا النوع بهذا الشكل، وحتى تفصل نفس الحالة لجميع الإداريين السابقين اللي تمت لهم عقوبات في نفس القرار الصادر من اللجنة. طيب سامي، أولا نتفق طبعا على أخلاقية الرجل كإداري، رجل يعني محترم جدا له بصماته الإدارية في النصر وأيضا عندما كان لاعب وحتى مع المنتخب. نعم. من حقه أيضا نتفق على ذلك أن يعترض من خلال الاستئناف على مثل هذا القرار، ولكن نحن نشاهد ونتابع ولنا أيضا الحق أن نبدي رأينا، وكلامك هذا كابتن سلمان يعني إما أن نقتنع فيه اللي قلته أو ما نقتنع فيه. أنا شخصيا لست مقتنعا فيه. أولا مسألة الاعتراض، عندما يقول أنه وش معنى اعتراض؟ اعتراض ممكن أنا ألوح بيدي للحكم اعتراضا على القرار، ممكن أن أقف وأنا في الدكة للأمام أتقدم عدة خطوات أثير معي دكة الاحتياط. دكة الاحتياط يجب أن تكون منضبطة. بالنسبة لموضوع تكريمة، أعتقد أنه الواجب عليك أنك تلتزم وتنضبط، الواجب لا يحتاج إلى تكريم أساسا. يعني أنا حقيقة أتفق مع أنه من حقه أنها يذهب ويستأنف ويعترض، ولكن أعتقد أنه القرار يعني بالنسبة لخليل عندما يقول أنه كان مشحونا، يعني أنا شفت المباراة، شفت خليل جلال يوزع البطاقات الصفراء على أحد لاعبي الفيصلي بابتسامة، أين الشحن؟ في تناقض. بالنسبة لما حدث بينه وبين الحكم في كواليس المباراة، الحكم الرابع، هذا يجب الحكم الرابع أو حكم الساحة يجب أن يتكلم فيه الحكم أو حكم الساحة. لكن أنا دعني أنتقل لمناقشة قضية، بس نقطة اللي أثارها هي نقطة الحكم الرابع أن يأتي من حقه يا أخي الحكم الرابع. معليش بقول لك شيء، نفهم هذه النقطة، خلينا نتعامل مع الحكام. هو تحدث يعني عن نقطة جوهرية في هذه المسألة، قال أنه جاو طلب محمد عيد، سأل عن لاعب بعينه. طيب يا أخي هو في، ألا يفترض أن يكون الأمر على كل اللاعبين؟ طيب هو كل اللاعبين، ولكن طلب هذا تحديدا لكي ممكن يبدأ فيه أو أنه من ضمن اللاعبين أو لضيق وقت المباراة. ما في قائمة عند الحكام يسألون عنه؟ لا، ما أنا مثلا بقول لك في فترة من الفترات أثير قزع محمد نور مثلا، وأصبح الكل يتحدث عن محمد نور، وأصبح النور مثلا هدف للحكام لكي يشاهد هل هو قزع أو لا. بالأمس فيكتور مثلا، أكيد أن الحكم أول ما يدخل بنظر فيكتور، هذا شيء طبيعي يعني. ما هذه، شوف يجب حقيقة، وأنا أعتب على الأستاذ سلمان لأنني أقدره وأحترمه وأحترم تاريخه ومهنية الإدارية واحترافيته، أنه يجب أن نتعامل الحكام ما ننظر إلى كل شيء صغير. لكن أنا خليني أنتقل من هذه القضية إلى قضية أهم. في الموسم الماضي تم الحديث على أنه من يصدر القرارات والعقوبات، العقوبات تحديدا أسوة بالاتحادات الدولية المتطورة والمتحضرة كرويا، هي لجنة واحدة، لجنة الانضباط. كيف لنا أن نقبل أن نرجع إلى الوراء ولجنة المسابقات والأخلاق هي من يصدر قرارات؟ من يصدر قرارات بهذا؟ ولجنة الانضباط بالأمس القريب أيضا تصدر قرارات وتوقف مثلا، في تضارب. إذا احنا رجعنا إلى المربع الأول اللي كنا نتحدث عنه في الموسم الماضي، إذا ما تغير شيء، معناته ما تغير شيء. إذا لجنة المسابقات ولجنة اللعب النظيفي وهي لجنة واحدة طبعا بعد تغيير المسمى أصبحت تصدر قرارات، مو إحنا اتفقنا الموسم الماضي أنه من يصدر قرارات هي لجنة الانضباط، وش اللي اختلف وش اللي تغير؟ كعقوبة. نعم كعقوبة. صحيح. نعم في كل اتحادات العالم في لجنة واحدة، وبذلك غابت اللجنة الفنية الآن. طيب إذن هذا سؤال يطرح أيضا حسن، إذا كان لك تعليق سريع، لأنه وردنا أيضا أن حسين عبد الغني أو النصر استأنف في القرار الصادر بحق حسين عبد الغني وإيقافه لثلاث مباريات، تفضل حسن. طبعا من حق النصر أن يستأنف. أنا أعتقد أن عقوبة حسين عبد الغني يعني حتى توضيح اللائحة ما يواضح بشكل كامل. أنا أعرف أن اللائحة أظن لائحة 43 من بدل عقوبات واعتداء لاعب على لاعب أنه يقاف 6 مباريات وغرامة 15,000 ريال، هذا كما ذكر. لكن أنا يمكن يعني هل تطبق اللائحة مثلا في داخل أرض ملعب، أو تعتمد أنه نفسها إذا حدث نفس مخالفة بعد نهاية المباراة اختلاف أو تخفيف العقوبة أو تغليظها من 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 توقيت حدوثها، يعني هل حدث أثناء المباراة أو بعدها؟ ما أدري عن هذا الجانب. لكن أي شخص، أنا أتكلم كمبدأ يا أبو خالد، أي شخص يشعر أنه ظلم في أي قرار أنا أتمنى أنه لا يتردد في أنه يتخذ كل الطرق النظامية لاستعادة حقه. هذا شيء طيب مفروغ في كل جانب، ليس فقط في كرة القدم. وبالتالي أنا لأنه أنت تفتح باب على نفسك أو تفتح باب آخر لآخرين أنهم يسنوا نفس السنة اللي قمت بها، بالتالي الدفاع عن حقوقهم هذا شيء مفروغ ولا في جدال. لكن أعتقد أرجع لنقطة محمد عيد، يمكن يعني الحكم عنده تعليمات سابقة أو شاهد مباراة سابقة أنه هذا اللاعب، وأنا ما محدد محمد عيد بالاسم، يعني بتكلم عن بعض اللاعبين مشهورين أنهم يعني يكون قصات القزع بشكل مبالغ فيه وشكل يعني
غير لائق، وبالتالي انا كحكم اختصر وقت المتابعه واختصر وقت البحث عن جميع اللاعبين وابحث عن اللاعب المعني بهذا الشان. هذا تجد انه يعني طيب. ليس فيها عيب او قصور، وانا اختلف مع الاستاذ سلمان القريني في هذا الجانب تحديدا. طيب سامي، بس ايضا عن اللائحه في بعض المفردات اتفق مع الاستاذ حسن انها تحتاج الى توضيح وربما تعديل كبير جدا. مثلا بالنسبه لقضيه حسين عبد الغني انا متفق انها ثلاث مباريات. ليش؟ لانه واضح المساله في الماده 41 استدلت عليها اللجنه، وهي العنف تحت عنوان العنف، انه كل لاعب يهاجم الدفع والركله او نحوهما الى ماذا يعني بما لا يتجاوز ثلاث مباريات رسميه. طبعا اللجنه اخذت الحد العقوبه اللي هي يعني مغلظه يعني او القصوى اوكي، لكن لو نتحدث نقول والله الكوع اصبح اعتداء يعني بندخل في ماده 42 وتزيد عدد المباريات. انا بالعكس انا مؤيد لمساله الثلاث على اي حال. الاستئناف النصراوي ياتي على الرغم من ان رئيس نادي النصر كان قد ظهر ليله البارحه في برنامج الملعب وكان قد تقبل الى حد ما ابدى تقبلا للقرار. انا بضيف نقطه مهمه على هذا الجانب، انا احترم جدا حقيقه وتحدثت اليوم مع عده اشخاص لغه الخطاب الاعلامي الذي تبدل في النصر حقيقة. أحيي الأمس الأمير فيصل بتركي رئيس النادي عندما تداخل مع الزميل عادل الزهراني، كان حقيقة يتحدث بلغة جدا يعني إعلامية راقية جدا، تقبل القرار وتحدث بل عن حيثيات القرار وتفصيل المواد، وتحدث أنه لو حصل يعني حركة مختلفة لانتقلنا إلى مادة أخرى، يعني تحدث بلغة حقيقة يجب أن نحترمها. طيب على أي حال هذا في ما يخص الاستئنافات التي ربما سيدور حولها حديث طويل في الأيام القادمة. في جانب آخر، إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة وصلت بعثة نادي الاتحاد صباح أمس وفجر الأربعاء، البعثة الاتحادية العائدة ببطاقة الترشح إلى نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، كانت قد حظيت باستقبال حافل وابتهاج كبير من جماهير العميد. الاتحاديون إذن مبتهجين بالعودة الفريق ببطاقة الترشح إلى نصف النهائي. سمير الصوفي كان متواجدا من هناك، تحدث له عدد من لاعبي الاتحاد، نتابع ماذا قال. الحمد لله على التأهل، هذا أهم شيء، يعني مش على السعيد جزء من مجموعة، يعني إذا كنت أنا كويس أكيد ما هو مني أنا، أول شيء توفيق رب العالمين ثم دعوة الوالدة ثم جهود زملائي اللاعبين. الحمد لله أنا توفقت، هذا اكيد انه راح يكون صالح الفريق وهذا اهم شيء الحمد لله. اتوقع المباراه القادمه في جده ان شاء الله تنهوها من جده. والله ما في مباراه دام هي مرحله الذهاب واياب، ما في مباراه اسمها انها من جده. اتوقع ان المباراتين راح تكون صعبه، بس ان شاء الله نحاول نحن نجيب نتيجه ايجابيه في جده عشان ان شاء الله نفسك. الحمد لله على هذا التاهل، وهذا مو غريب على نادي الاتحاد. الحمد لله احنا انهيناها في المباراه الاولى في الدور الاول، فعارفين لما ذهبنا الكوري عارفين ايش لنا ايش علينا، فالحمد لله يعني احنا نبغى نتاهل باقل الخسائر، انه ما يكون في اصابات ولا يكون في توقيف، مع انه يعني خسرنا اللاعب ابو سبعان عليه كرتين صفر، بس ان شاء الله في البديل الجاهز، فان شاء الله نبغى التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه في دوري الاربعة. كيف حال مناف الصغير؟ ما يحتاج كبير، ما كبر صار مناف دوبني بسأله على مناف الصغير، قال لي الصغير مضبوط والكبير مبيض الوجه دائما. ألف مبروك التأهل، يعني الفريق الاتحادي كعاداته يفرح الوطن يفرح الشعب السعودي بتأهل لدور أربعة إن شاء الله. كيف مرئياتكم للمرحلة المقبلة؟ أول شيء بيض الله وجهك والله يبارك فيك، والحمد لله هذا توفيق من الله، وأعتقد أنه الحمد لله الفريق ككامل من إدارة كجهاز فني جهاز طبي للاعبين كانوا متكاتفين، وكان هذا النتيجة هو الحمد لله التأهل لدور الأربعة. وأعتقد أنا زي ما قلت أول أنه مباراة الشوط الأول اللي كان في جدة فرق هدفين هي ممكن اللي خلتنا ممكن تحت ضغط هناك في كوريا، أنه فرق هدفين مو فرق كبير، ممكن يجي الهدف في أي لحظة، بس الحمد لله الفريق كان داخل الملعب يعني قد المباراة وقد المسؤولية اللي كان يتحملها قبل لا يكون نادي الاتحاد كنادي يعني كنادي سعودي يحمل شعار المملكة،
الحمد لله كنا قد المسؤولية وحققنا الشيء المطلوب. ما في ذلك شك، احنا نادي الاتحاد يلعب باسم الوطن، واحنا الان ساعين للوصول للنهائي، لانه هذا المهم اللي فات. يعني نعتقد انه هو تمهيد للقاء القادم والنهائي باذن الله. اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوفق الاتحاد في تحقيق هذه البطولة ونهديها للوطن باذن الله. طلال، كيف كانت اعصابك في 90 دقيقة؟ لا والله كانت عادية، ما عدا لما جاء الهدف. طبعا في أي لحظة يعني يجي هدف الثاني، وبالتالي كل التعب وكل العمل اللي سويته ينتهي بدون شيء، وهذا اللي كان خوفنا. لكن الحمد لله لاعبين اتحاد أبطال وأثبتوا وجودهم، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله. تعليقكم على تكليف صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل، تكليف مدير رعاية الشباب بجدة باستقبالكم؟ والله لا شك أن هذه خطوة مميزة، وسموه دائما هو يعني بالنسبة للأندية اللي تمثل الوطن كلها جميعا عنده أندية واحدة ويهمها تمثيل الوطن، وهذه الحقيقة خطوة مميزة نشكر سموه عليها، والحقيقة يعني تعطينا دافع معنوي للقادم، وبإذن الله أن يكون الاتحاد يمثل الوطن بإذن الله مستقبلا. والحقيقة مهما قلت وأشدت في سموه لا يكفي، لأنه هو أول المهنئين بعد نهاية اللقاء، وهذا يدل على اهتمام سموه واهتمامه بنادي الاتحاد بشكل خاص الآن لأنه يمثل الوطن. أتمنى الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. محمد بن داخل الجهني رئيس نادي الاتحاد متحدثا فور وصوله إلى جدة على رأس البعثة التي عادت ببطاقة الترشح لنصف النهائي. الاتحاد يبدو يسير نحو المباراة النهائية إن شاء الله. إن شاء الله الاتحاد فريق بطل ومتعود على مثل هذه الأجواء، والبطولة حققها مرتين. نبارك الاتحادين ونبارك لأنفسنا حقيقة والقيادة الرياضية والكل، ولكن أبغى أنبه نقطة مهمة جدا نحط تحتها خطين. ترى الاتحاد فريق بطل وجاب البطولة أكثر من مرة، فلا نبالغ بالفرحة يعني الزائدة أو المبالغة حتى في مستوى المكافآت. الاتحاد فريق بطل، وحنا هدفنا مو أنه يتأهل إلى نصف النهائي، إحنا هدفنا الحصول على اللقب، ومن ثم بإذن الله يكون موجودا إن شاء الله في المونديال. على أي حال، في جانب آخر، وللمرة الأولى أعلنت هيئة دوري المحترفين منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد عن معدلات الحضور الجماهيري، وهي التي حملت استفسارات كبيرة وعديدة وطرحت تساؤلات حول غيابها في الفترة الماضية. هي الدوري المحترفين وعبر بيان صادر عن الإعلام والإحصاء أعلنت عن أرقام الحضور الجماهيري للجولات الثلاث الأول من دوري زين، والتي قالت أنها جاءت متباينة بشكل كبير بين أندية حققت معدلات مرتفعة في الحضور الجماهيري لعشرين مباراة أقيمت خلال الجولات الماضية. الحضور الجماهيري جاء من خلاله الأهلي أو الجمهور الأهلاوي، جاء كصاحب أعلى معدل حضور للمباراة الواحدة بواقع 14495 متفرجا. جمهور الهلال جاء ثانيا، والتعاون ثالثا، الاتفاق رابعا، الرائد خامسا. الغريب أن النصر والاتحاد حل في المركزين السابع والسادس. حسن، في جدة الأهلي أولا كفريق حمل معدل الحضور الجماهيري الأكبر، هو أيضا حمل متعة كبيرة في مدرجاته، لكن لماذا تأخرت هذه الأرقام حتى بعد انقضاء الجولة الثالثة؟ لماذا لم تعلن كل جولة لوحدها؟ يعني احنا نقول أبو خالد يعني الحمد لله أنها أتت أن تأتي خير، أن تأتي خير ولا تأتي. لكن أنا خليني أوضح نقطة بس، إنه الجمهور الأهلي يعني أعتقد إنه جماهير النادي الأهلي هي علامة فارقة صراحة بين جماهير الأندية السعودية. هي أسست الآن يعني أسلوب جديد في التشجيع، أسست أسلوب جديد في الحضور في المساندة. أنا أستدل لك، الموسم الماضي الأهلي كان في المركز السادس، وصل للسابع، وصل للثامن، والجماهير الملعب يمتلي بالكامل، حتى الأهلي كان في أسوأ حالاته. وبالتالي هي أعتقد إنه ما يربط الجماهير الأهلي بفريقها، يعني هي تبحث عن نتائج، نعم تبحث عن البطولات، نعم هذا حق وحقوقها، لكن ايضا هناك كيمياء خاصه بين الاهلي وبين جماهيره تاكدت خلال هذا الموسم. انا اعتقد ان الاهلي او جماهير الاهلي هي عوامل مؤثره جدا بتحقيق الاهلي البطولات، نعم. لا تقل عن 40-50% من دور مؤثر جدا في تحقيق البطولات. نسبه الحضور في المباراه الواحده 14000، اعتقد ابو خالد لو كان الاهلي او ملعب جده يتسع لاكثر من 30-40000 لوجدته ممتلئا بالكامل، لانه انا اعرف انه اباء و بعض الناس يمنعون أبنائهم من الذهاب الملعب خوفا عليهم من الازدحام وعدم وجود أماكن، وبالتالي يذهبون إلى أماكن أخرى للفرجة. وبالتالي أعتقد أنه جمهور الأهلي يضع في المرتبة الأول ومن ثالث
ومن ثم أربعة أماكن شاغرة وضع أي فريق آخر. هذا وجهة نظر يعني. سامي، على الرغم نتحدث عن بيئة غير موفرة في الملاعب، نتحدث عن خدمات منقوصة في الملاعب، صحيح. ومع هذا يحضر هذا الجمهور يتواجد، إن كان جمهور الأهلي أكثر معدلا أو جمهور الهلال ثانيا أو غيره. نتحدث عن هذا الحضور وهذه المتعة التي تقدم، والمدرجات الأهلوية ربما هي خير مثال أو خير دليل. صحيح، ما في شك. طبعا هذا يؤكد مجددا على أهمية الدوري السعودي، على قيمة المتابعة الكبيرة التي تتوفر للدوري السعودي من قبل الجمهور السعودي، وأيضا القوة الإعلامية الرياضية لهذا الدوري الذي توفر زخم كبير من الإثارة والمتعة والتشويق لشد. لكن بالنسبة للاتحاد، الاتحاد نقص المباراة يمكن لو كان في له حضور، ولكن هذه القائمة حقيقة. طبعا الأهلي ظل مهم جدا، وجمهوره جمهور جيد وممتاز. بطولة الموسم الماضي أثرت نوعيا في مستوى حضورهم، وأيضا يعني وكان لهم سبق أعتقد في مسألة النشيد الموسم الماضي. اللي بقول أن هذه هي القائمة التي أثبتت الأندية ذات الشعبية أو الحظوها الجماهيرية الكبيرة. نلحظ الرائد والتعاون في القصيم، والتعاون أولا ثم الرائد، نلحظ الاتفاق، النصر، الاتحاد، الهلال، الأهلي، هؤلاء هم الأفضل والأكثر شعبية. هل تأخر الإعلان عن هذه الأرقام؟ لا، أنا أعتقد أنه تم الإعلان قبل، يمكن بعد الجولة الأولى كان في إعلانات. أنا يعني يمكن حتى نشرنا اللي الأهلي تفوق في الجولة الأولى والجولة الثانية حتى. ولكن أنا أوجه دعوة من هذا المنبر طبعا، أنه لمسؤولي هيئة الدوري المحترفين والاتحاد السعودي المسؤولين أن يهتموا. يعني نلحظ، شوف مثل ما تفضلت أنت في سؤالك، يعني أجواء غير ملائمة لحضور المشجع السعودي، ومع ذلك تحضر الجماهير بأرقام مرتفعة جدا. إذن قدروا واحترموا وانظروا بعين الاعتبار لهذا الجمهور. طيب، في جانب آخر أيضا، وفي هيئة الدوري المحترفين، وقع في جدة ليلة البارحة عقد رعاية جديد مع شركة تويوتا. هذا العقد يأتي وسط انتظار لمزيد من التفعيل لجوانب عديدة في دوري زين للمحترفين، الذي كان قد وقع أيضا قبل أقل من شهر مع طيران الإمارات، وهي عملية جاذبة لعدد من الشركات المحلية والخارجية. إذن رعاة الدوري المحترفين بكثرة، لكن في المقابل تبقى طلباتهم معلقة لعدد من الأندية، لازالت تنتظر مكافآت متأخرة، لازالت تنتظر كثير من جوانب مادية ربما طال عليها الزمن. ويكفي أننا نعلم أن التعاون كان قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي قال فيه أنه لازال ينتظر مكافأة الصعود التي كان من المفترض أن يحصل عليها قبل موسمين. حسن عبد القادر الأدري، كيف لنا أن نفسر هذا التناقض بين رعاة بالجملة لهيئة المحترفين ومطالبات معلقة بالجملة؟ طبعاً أبو خالد، هم أربعة رعاة الآن، اللي هو زين، طيران الإمارات، ماستر كارد، وتويوتا. أعتقد أنه بس في نقطة غامضة في هذا الجانب. أنا أتمنى أنه يعني الأندية تعرف حصصها، يعني كم العقد وقع. أنا عرفت أنه تويوتا أمس وقعت مع الدوري هيئة المحترفين لمدة موسمين بعشرة من لم توضح تفاصيل كم المبلغ اللي سيكون فيه التعاقد، كم سيكون للأندية، وسما يكون حصة الاتحاد. بالتالي يجب أن الأندية تعرف، حتى الأندية تبني سياستها المالية على ضوء ما تعرف مداخيلها. يعني لما تحدد أنه الأندية ستحصل من 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 الرعاة الأساسيين أو الرعاة المشاركين للهيئة المحترفين سيحصل على مبلغ مثلا 4-5-6-7 مليون، أنا أبني استراتيجيتي وأبني ميزانيتي على هذا المبلغ. لكن للأسف المبلغ لا تعلن كم المبلغ وكم سيعود على الأندية. في نقطة أخرى أيضا، أنه الآن يجب أن تكون هناك رعاة للأندية التي ليست لها رعاة، الأندية التي من الخامس إلى الأخير، أو الأندية التي ليست لها رعاة. بالتالي هي حق الآن. أنا تكلمت أمس الأستاذ محمد النواصر كان يتحدث في هذا الجانب، يقول سنركز في الفترة القادمة على رعاة للأندية التي ليست لها رعاة. وأيضا تطرق إلى أنه سيكون هناك راعي سيعلن عنه قريبا. هذا الراعي سيكون فقط الحكام كرة القدم السعوديين، وهذا أيضا مؤشر جيد. نعم. مؤشر إيجابي ودعم كبير للحكام أن يكون لهم راعي يخلصهم من بعض الأمور العالقة، الأمور المالية المتأخرة، تذاكر السفر، أمورهم يعني انتقالات من مدينة إلى مدينة. وبالتالي وجود رعاة للحكام، وجود رعاة للأندية التي ليست لها رعاة، يجب أن تكون هدف أول وأساسي لهيئة الدوري المحترفين. لكن أعيد وأكرر،
انه يجب ان تكون في شفافيه في توضيح الامور حتى لو لم تكن الاعلام تكون الانديه. اوضح الانديه انه وقعنا عقود الان ب 50 60 70 مليون، سيكون نصيب الان النادي في هذا الموسم 4 5 6 مليون، وبالتالي النادي يبني سياسته الماليه على ضوء مداخيله اللي تكون معلنه سلفا ومعروفه لديه. طيب على اي حال سيعود لارقام ذكرت في اليوم في صحيفه الشرق الاوسط حول هذا الامر، نصيب الانديه لا يتجاوز 150 ألف ريال من كل عقد من هذه العقود لكل ناد، ولكنني سأتحول إلى فاصل بعده نعود لمواصلة الحديث في الملعب في الجزء الثاني بهذه العناوين. الهلال والأهلي كلاسيكو جماهيري يشتعل في الرياض، والكهرباء توقف تدريبات الأزرق قبل المواجهة، الاتحاديون يستقبلون العميد صباحا في جدة، مدرب النصر غياب عبد الغني ضربة موجعة لفريقه، دوري زين رعاة جدد ومطالبات معلقة، شرفيو الرائد يرشحون الجفن رئيسا لمجلسهم، أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج الملعب، وأعود للترحيب بضيفي الكريمين عبر الأقمار الصناعية، ورحب بحسن عبد القادر وهو رئيس تحرير صحيفة هاتريك الإلكترونية، وأيضا هنا معنا في الرياض أرحب بسامي اليوسف وهو رئيس تحرير صحيفة شوت، وأيضا رئيس أو مدير قسم الرياضي بالعربية نت، ما تعودنا على الاثنين مع بعض. على أي حال أرحب بكما، أعود لك سامي إذا كان لك تعليق حول الحديث عن الرعاية الذي تحدثنا فيه قبل قليل. ما أعرفه أن الأندية ستحصل كل نادي بحسب ما نشر اليوم في الشرق الأوسط تحديدا 150 ألف ريال تقريبا لكل نادي من كل رعاية من هذه الرعايات لمدة عام، في العام الواحد 150، هذا مبلغ ضئيل جدا حقيقة، ولا يعني يرقى إلى مستوى أنه يكون في استثمار رياضي عالي المستوى حقيقة. لكن إحنا نتفق على العنوان العريض أنه أصبحت بيئة الدوري السعودي إن شاء الله بيئة جاذبة للمستثمرين، ولكن تبقى إدارة هذا الاستثمار 150 ألف يعني ما هي شيء صراحة يعني، ولا لكن على حد علمي أنه طبعا الأستاذ نويصر أكد بالنسبة على الكلام وجود الشفافية. نعم. في تصريح سابق أيضا نشر أيضا في العربية نت أنه الأندية ستأخذ نصيبة من هذه الرعاية، لكن بهذا الرقم حقيقة يمثل صدمة. طيب على أي حال محليا في دوري زين للمحترفين تترقب الجماهير الرياضية المواجهة المنتظرة والكبيرة بين فريقي الهلال والأهلي، اللقاء الذي يأتي في الجولة الرابعة لدوري زين ويأتي كقمة لهذه الجولة، يشكل حضورا لافتا من خلال كثير من نجوم في الفريقين. الهلال يتطلع إلى أن يعود مجددا لسباق الصدارة، فيما يسعى الأهلي للانفراد من منافسيه والابتعاد بالصدارة التي كان قد نالها في الجولة الماضية. حسن عبد القادر، الهلال والأهلي مواجهة وكلاسيكو كبير، كيف تعلق سريعا إذا ممكن؟ مباراة كبيرة جدا طبعا، أنا رجل أختلف مع بعض الآراء اللي كان يجزم أن هذا فريق أفضل من هذا فريق، لا توجد أي أفضلية لفريق عن آخر إلا بأفضلية أرض والجمهور كما تتميل لصالح الهلال، لكن الأهلي متطور كثير من خلال هذا الموسم، حسن خطوطه بلاعبين مهمين جدا اللي هو اللاعب الكولومبي بالومينو وكوماتشو في خط الوسط، الفريق يعيش استقرار فني واداري ونفسي بشكل ممتاز جدا. مباراه الهلال طبعا هي محك الفريق الاهلاوي لسعادته خلال الموسم، لكنها بالتاكيد لن تكون مؤثره بشكل كبير، هي في الاخير ثلاث نقاط يعني سيخسرها الفريق الذي سيخسر المباراه سيخسر ثلاث نقاط. سبق الهلال يعني خسر من الشباب ولكن وعوض في مباراه اخرى امام التعاون، وبالتالي الاهلي قادر انه يفوز والهلال قادر انه يفوز، لكن نعم. أفضلية خط عن خط أعتقد أن الخطوط جميعا متساوية، الحظوظ متساوية، قد تكون يعني الأرض والجمهور تميل إلى صالح الهلال نوعا ما لكن ليست بالشكل الكامل، الأهلي أيضا لدي حضوره وجماهيره نعم. في الرياض، وبالتالي أعتقد أن المباراة هي الأهم،
للفريقين. من ناحيه الاهلي هي حسن استعداد وتاكيد انه الفريق يصير في الطريق الصحيح، ولكن اعتقد انه الخساره ايضا لو حدثت او اي نتيجه اخرى لن تاثر على وضع الاهلي. الاهلي فعلا متغير طيب. متغير بشكل يعني فرق يمكن عن الموسم الماضي بنسبه 60% ملحوظ. نعم، على اي حال في تدريبات الهلال التي جرت اليوم اضطر مدرب الفريق لنقل التدريبات من الملعب الرئيسي الى الصاله المغلقه بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ. كاميرا الملعب كانت قد تواجدت في تدريبات الأزرق، نتابع. لقطات من تدريبات سابقة للأزرق الذي كان قد اتخذ قرارا أنه قبل 48 ساعة تكون كل الأمور مغلقة أمام الجميع تهيئا لأي مواجهة أيا كانت هذه المواجهة. على أي حال أسامة هوساوي كان أحد المتحدثين، نتابع ماذا قال. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد يعني صراحة مباراة مهمة، تم نحن أيضا نرجع المنافسة على الدوري، خسرنا 3 نقاط ضد فريق الشباب. مباراة يعني نتمنى ان نحقق فيها 3 نقاط، تعرف في فترة توقف لما تكون يعني فترة توقف احنا نكون مرتاحين فيها. تحدث عن خسارة الشباب، خسارة الشباب أثرت بالفريق بلاعبين الفريق بشكل إيجابي؟ ترى أول شيء يمكن الناس يعني كبروا موضوع الخسارة، احنا لسه في بداية موسم، يعني يمكن لو صح تكون في نهاية موسم وقاعد تنافس تخسر مثل هذه المباراة أوكي ما في أي مشكلة، يعني بداية موسم وخسرت من فريق يعني فريق قوي صراحة، يعني لا نبخس حق الشباب. ولو رجعت المباراة وصلنا المرمى وحاولنا ولكن ما توفقنا الفرص، الشباب جاته 3 فرص استغلوا وجاب جولين. بس ممكن اللي عاتب الجمهور الهلالي وسام، الجمهور الهلالي يعني تعود على الانتصارات، يعني فريق فايز بالدوري بدون اي خساره هو كان يامل يعني ان تستمر هذه النتائج. يعني ما هو يعني مش دائما يعني الامور تمشي زي ما انت تبغاه، يعني مره بدون خساره مره بخساره هذا شيء طبيعي، لازم نزلنك في بدايه موسم، يعني الكل لازم يركز ان احنا في بدايه موسم، الفريق يحتاج لفتره، تعرف يمكن فريق ما الاعداد لاعبين المنتخب لحال، لاعبين الاولمبي لحال والفريق لحال، ما تجمعنا يمكن الا مباراه هجر، مباراه الشباب حاولنا، مباراه التعاون الحمد لله الفريق رجع بمستوى افضل وان شاء الله يعني نكمل مباراه الاهلي باذن الله. الحمد لله الحين خشيت مع الفريق اليوم التمرين الصباحي، واليوم يعني ان شاء الله اني جاهز لمباراه الاهلي ان شاء الله. نتحدث عن مباراه الاهلي، مباراه تعتبر قويه يعني الهلال يقابل فريق يقدم مستويات قويه بالفتره الاخيره. الهلال يعني بدا يتصاعد فورمه الهلال يعني، بس مش الفورمه اللي يبغاها جمهور الهلال. اكيد الاهلي يعني قدم، يمكن هو الفريق الوحيد اللي في المسابقه يمكن قاعد يقدم مستوى، والهلال للحين يمكن ما قدم مستوى، اللعيبه يمكن للحين ما تاقلموا مع بعض، لكن ان شاء الله المباراه الجايه تصير بدايه للهلال والاهلي يتعثر. عدم تقديم الهلال للمستوى، عدم انسجام اللعيبه الاجانب الجدد مع يعني مع اللعيبه المحليين، يمكن اللعيبه الاجانب يعني اول 3 مباريات ما تقدر تحكم عليهم، مع اللعيبه يمكن في لعيبه صغار شاركوا مع الفريق يمكن هذا اللي اثر، لكن الحمد لله يعني الفريق كان يفوز يعني كان يفوز ومقدم ما قدم مستوى، لكن ان شاء الله بنبدا من مباراه الاهلي صراحه. يعني من حديثك انه ما انتم راضين عن مستواكم في المباريات الماضيه؟ اكيد ما ولا واحد يمكن راضي عن مستوى الفريق، لكن ان شاء الله المباريات الجايه يعني قدام الهلال ممكن نشوف عبد العزيز الدوسري قدام الاهلي ان شاء الله، هذا المدرب احتاجني انا مع البوت الجديد ان شاء الله. شكرا فيصل الملوقي متابعا لتدريبات الهلال ولآراء لاعبيه قبل المواجهة. في جانب آخر أيضا ومن جانبه الأهلي كان قد أجرى تدريباته الأخيرة قبل السفر إلى جدة، نتابع اللقطات التي كان برنامج الملعب قد رصدها في متابعته لهذه التدريبات. هزازي وحسن الراهب وكماتشو كان لهم حديث قبل المواجهة، نتابع. السعودية الرياضية، الاختبار الحقيقي للفريق الأهلاوي يوم الخميس، رأيك في الكلام هذا واستعداداتكم لمباراة الهلال، خاصة أن الهلال حامل لقب الموسمين الماضيين؟ والله زي ما تفضلت، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المباراة حتكون صراحة للطرفين صراحة
يعني امتحان حقيقي قبل التوقف. البان الفريق اللي يكون إن شاء الله جاهز أكثر ومركز أكثر في المباراة يعطي جاهزية أكثر. الحمد لله رب العالمين إحنا نمشي على نفس الثلاث مباريات الماضية بنفس الروح بنفس الأداب إن شاء الله، إن شاء الله تكون مباراة جيدة وإن شاء الله بإذن الله نحاول نطلع بنتيجة إيجابية من الرياض إن شاء الله. الحمد لله ماشيين على أحسن حال وإن شاء الله نستمر على كده، ونأكد إن شاء الله مباراة الهلال ومباراة التعاون برضو مو سهلة، ثبتنا المركز الأول. تعرف أنت لما تكون المشي وماشية يعني ثلاث نقاط ورا ثلاث نقاط يعني الحمد لله في الدورة تحتاجها صراحة، من البداية لازم تكون في المقدمة. إبراهيم نشوفك غايب الموسم هذا من بداية الموسم. والله مو موسم، ثلاث مباريات عادي، قناعة مدرب وإن شاء الله مرة الهلال حكون موجود إن شاء الله. يعني حتكون في التشكيلة الأساسية ولا في التشكيلة؟ المدرب عاد هو اللي قرر يعني. زي ما يعني هل يقال انه في مشاكل اداريه في مشاكل فنيه ممكن، ولا هي ممكن قناعه مدرب فقط؟ لا قناعه مدرب، كنت معهم اساسي في البطوله الوديه في الامارات، الامور طيبه الحمد لله. ما انا ما انسان ماشي على احد ولا ازعل من احد، هذه حمله انا شايف انه حمله ضدي بس انا واقف لهم، وبالعكس اقول لهم زيدوا وانا اعشق التحدي ان شاء الله اكون قدها وارجع باذن الله. خليهم اللي كانوا ضدي حخليهم ان شاء الله. ابراهيم هزازي كما بدا مترصدا لمنتقديه. سامي لا ادري ان كنت اولا مباراه الاهلي والهلال او الهلال والاهلي باعتبار انها في الرياض، هل طب. هي مواجهه ستفضي باحد الفريقين لمزيد من المشكلات وفريق اخر سيذهب بعيدا في الصداره؟ أكيد ما في شك، هي بالنسبة لي أراها محك حقيقي بالنسبة للنادي الأهلي المتصدر، ولقياس مدى يعني قوة استعداده ومدى إلى أين سيصل في مشواره بالدوري، لأنه سيواجه فريقا قويا مثل الهلال على الأرض بين جماهيره. بالنسبة للهلال طبعا هي المواجهة تعتبر بالنسبة من وجهة نظري أهم بالنسبة للهلال، لأنه لا يريد الخسارة يعني يعني تذهب به. ما في حديث الخسارة في لا يعني. بالنسبة للهلال يعني لن ينتظر جمهور الهلال خسارة أخرى. طيب على أي حال في هذه المواجهة ستكون في الرياض وستكون مصحوبة باستوديو التحليلي منذ 7:30 مساء إن شاء الله في على القناة الأولى، في حين مباراة طبعا أذكر أن الأهلي معه 9 نقاط الهلال 6 نقاط، الاتفاق وهجر هي مواجهة أخرى أيضا منتظرة باعتبار أن الاتفاق يواصل الكثير من عروضه المميزة واستعد جيدا على مدى اليومين الماضيين، هجر هو الضيف الجديد ربما يحضر لمفاجأة للاتفاقيين. الشباب كان قد وصل إلى القصيم لملاقات الرائد يوم غد في ثالث مباراة في الجولة الثالثة أو في الجولة الرابعة عفوا، وبقية المباريات ستستكمل يوم الجمعة إن شاء الله، النصر الفتح القادسية التعاون نجران الفيصلي. في خبر وردنا للتو أن الأمير نواب بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيستقبل في مكتبه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين بمناسبة تأهلهم إلى نصف النهائي، يأتي هذا دعما للفريق الاتحادي في مشواره الآسيوي. إذا كان لك تعليق سريع سامي، الاتفاق متصدرا أو أنه ينافس على الصدارة، الشباب كذلك هي مواجهات ساخنة. طبعا الشباب سيواجه خصما عنيدا قويا على أرضه وبين جماهيره، لا بد له أن يفوز لكي يستعيد عافيته ويثبت أقدامه في الدوري نوعا ما، لكن الشباب هو الآن بوجهة نظري هو أقوى فريق في الدوري، سيسعى بقوة من أجل الفوز أو العودة بنتيجة إيجابية تضمن له الصدارة والمواصلة. أنا لا أدري ما يعني لو لم يكن يتارا مثلا موجودا في الشباب ماذا سيكون الوضع أو وضع برودوم، يعني أنا أوجه البرودوم السيد برودوم يعني رأيا أو سؤالا معنى أصح، يعني هذا اللاعب كان يرفض وجوده إلا في اللحظات الأخيرة في قائمة الشباب، وهذا اللاعب كان هو من يصنع الفارق للشباب في أهم مبارياته مع الهلال ثم القادسية. بالنسبة للرائد وضعه صعب حقيقة، يعني لابد له أن يفوز. بالنسبة للاتفاق، الاتفاق يصير في الطريق السليم، وجود بعض الأجانب، وجود مدرب مثل برانكو، في انسجام في تفاهم كبير، هجر وضعه حقيقة غير مطمئن البتة. على أي حال أذكر فقط أن القائمة الرئيسية والنهائية لفريق الشباب حملت اسم خالد عزيز، من المنتظر أن يكون
يوم غد في أول ظهور له في المباراة ربما أمام الرائد. في جانب آخر أرحب عبر الهاتف بعضو شرف الاتفاقي الأستاذ عبد اللطيف الزهراني. مساء الخير أو صباح الخير، أهلا وسهلا أستاذ عبد اللطيف. أهلا وسلام عليكم. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا كنت تسمعني، أولا الاتفاق غدا أمام مباراة هامة مع هجر، هل هي مباراة سهلة باعتبار أن هجر ضيف جديد لا خبرة لديه إلى درجة كبيرة، لم يقدم المستويات التي كنا نتوقع أن يكون بها كبداية؟ أولا أهلا وسهلا، أرحب فيك رجاء وبوفاك. أهلا وسهلا. أعتقد أنه يعني فريق هجر بالعكس، يعني إحنا كنا نتوقع أنه حيقدم مباريات أو يحصد نقاط في بداية الدوري، لكن أنا أشوف أنه من الفرق اللي قدم مباريات جيدة. الهلال واجه فريق الهلال بطل الموسم الماضي، واجه صعوبة شديدة بالفوز عليه، وفي آخر 10 دقائق أعتقد الأسبوع الماضي انتصر على فريق الأنصار. نعم. وبالتالي يعني فريق هجر قاعد يقدم مستويات جيدة، ويفترض أنه إن شاء الله نحسب له حساب على حل الأساس بناء على أدائه. طيب، وأعتقد الكرة تعطي من يعطيها. صحيح أستاذ عبد اللطيف، ربما الشيء المهم والبارز فيما يخصكم أنك أعلنت في وقت سابق أن 3 مباريات فوز تعني مكافأة من قبلك للاعبين. أنهاها الاتفاق في الفترة السابقة 3 مباريات متتالية فوزا، بالتالي يبدو اللاعبين حصلوا على مكافأة، هل هذا الأمر مستمر؟ صحيح، يعني هذا البرنامج اتفق معه مع إدارة مجلس إدارة النادي الاتفاق الموسم الماضي، وثبت نجاحه بحيث أدى هدفه من تحفيز للعيبة، والحمد لله. يعني لو تلاحظ الموسم الماضي أعتقد حققوها 3 مرات، اللي هي 3 انتصارات متكررة 3 مرات. الموسم هذا كذلك تناقشنا مع إدارة النادي واتفقنا على أنه نكرر مثل البرنامج الحوادث هذا، وإن شاء الله بإذن الله أنه ستصرخ في القريب العاجل بناء على استحقاقه. طيب، شكرا لك أستاذ عبد اللطيف الزهراني عضو شرف نادي الاتفاق، متحدثا عن فريقه الذي يواصل صراعه في المقدمة منافسا للمتصدرين وسعيا للصدارة وللتمسك بها. حسن عبد القادر، سريعا، أن يكون هذا نهج واحد من أعضاء الشرف، هل يفترض أن تعمم هذه التجربة؟ لا طبعا خالد، كل نادي له سياسته وطريقته في طريقة تحفيز لاعبيه في اللائحة الداخلية النادي كيفية التعامل مع الفوز والخسارة والتعادل. أنا بس بوضح نقطة بس بشكل سريع، أنه الأندية ما زالت الآن إحنا في الجولة 3 من الدوري السعودي، وبالتالي أي أحكام مبكرة أن هذا الفريق منافس على البطولة أو هذا الفريق سيتعرض للهبوط أو هذا الفريق سيكون مركزه في الوسط، أعتقد أنه أحكام مبكرة جدا، لن تحسب البطولة خلال هذا الموسم تحديدا، لن تحسب إلا أعتقد وجهة نظر شخصية إلا في الجولات الأخيرة. وبالتالي أنه من تقدم او من قدم مستويات جيده خلال هذا الموسم يجب ان يستعد لمواجهات اصعب في المراحل القادمه، وايضا الفريق الذي خسر قد يكون يحسن وضعه في القسم الثاني من الدوري، وبالتالي انه اي احكام متسرعه الان او اي احكام انطباعيه على فريق ان هذا متصدر وهذا البطوله من نصيبه، اعتقد انه احكام مبكره وليست يعني مبنيه على اي اسس فنيه. نعم، على اي حال فقره تسمعون التي تاتيكم اسبوعيا هذه المره خالد الحيدان المتكفل بهذه المهمة ذهب في تجول في شوارع المدينة والتقى بكثير من عشاق ومحبي كرة القدم، سألهم عن نادي الاتحاد يوم فوزه آسيويا أو تأهله إلى نصف النهائي، في المقابل كان يسأل هل الفرح مقتصر على ناد أم منتخب. نتابع. تحية طيبة لكل من يتابعنا، هذه فقرة اسمعونا تأتيكم كل أسبوع من يوم الثلاثاء، هذه الفقرة تعتبر منبر للجمهور الرياضي للمشاهد الرياضي، من خلالها إبداء الاقتراحات الملاحظات الموجودة فيما يتعلق بالرياضة السعودية كافة.
نتمنى إن شاء الله أنه هذه الفقرة تنال على استحسانكم وإعجابكم إن شاء الله، ونتمنى خلال الحلقات القادمة مشاركتكم معنا في موقع الملعب، برنامج الملعب له الموقع ظاهر أمامكم الآن، نتمنى إن شاء الله التواصل من خلاله لإبداء ملاحظاتكم، سنكون معكم أينما كنتم. تقريرنا اليوم أو فقرتنا اليوم فيها بعض المحاور اللي طرحناها، ونبي نشوف وياكم ردة الفعل لدى الجمهور الرياضي، كونوا معنا. بالنسبة في البداية نبارك لنادي الاتحاد السعودي، صراحة السنة هذه سوى اللي عجز عنه الكثير أنه يسوي صراحة، وعندنا أمل كبير جدا في الله إن شاء الله أنه يوصل. طبعا الاتحاد الحاجة هذا اللي جالس يسويها ما هو أول مرة، والله حق اليوم يعني الحمد لله نبارك للاتحادين ككل يعني اليوم والله يعني حصلنا على قلوبنا يعني لكن الحمد لله يعني تأهلوا فتعدوا مرحلة صعب فباقي الأسهل إن شاء الله، وأنا متوقع إن شاء الله الاتحاد راح يحسمها إن شاء الله ويأخذ البطولة يعني. والله الاتحاد حتى الآن وهو يشرفنا المستويات ممتازة، التأهيل جيد، اللياقة ما شاء الله، اليوم المباراة كانت في قمة الاتحاد، طبعا الاتحاد تراجع بس أنه مصلح لأنه مبدئيا متقدم يعني يعتبر، فكانت محافظة أو الخسارة بواحد صفر مصالح، كان هو بيني وبينك يعني عطى نظرة أو عطى نظرة جيدة عن الدور الكرة السعودية في ظل تراجع المنتخبات السعودية السنية والمنتخب الأول بسبب عدة أسباب، ما طبعا الوقت ما يسعفنا فينا نعد من 1 إلى 100 يمكن. كون أن الاتحاد السنة هذه يتأهل لدوري الأربعة، الاتحاد ترى لاعبين نادي، تعال روح الخط الثاني، نتائج جمع لاعبين من جميع أندية المملكة العربية السعودية تحت مدربين عالميين، مبالغ مالية عالية، دعم مالي عالي، مع ذلك المنتخب أنا والله قربت أنسى الفرحة صراحة بالنسبة للمنتخب، وصلت لدرجة إن صح عندنا وطنية ما حد يمكن يقدر يشكك في وطنية كل الجمهور الرياضي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نمتلك وطنية عالية. فكر اللاعب نفسه يعني يتقاضى في ناديه أكثر من المنتخب، يتقاضى 25 مليون كم يعطيه المنتخب مقابل مشاركته أو مقابل النجومية أو غير الهدايا الخاصة اللي تجي من وراء الكواليس من أعضاء الشرف ومن المشجعين الأغنياء ورجال الأعمال. الآن عندنا مدرب عالمي، تعال يا ريكارد، محمد نور ما احتاجه أسبوع صار محمد نور في المنتخب، جماعة جيب نور ود نور، جيب ياسر ود ياسر، يعني من موريها يعني سوري. من ناحية الرعايات مثل ما تفضلت، من أول سبونسرات، من ناحية المكافآت اللي تصل اللاعبين، من ناحية الحاجات الملموسة مع اللاعبين، يعني سواء كانت يعني أتكلم يعني مادية أو إنها حاجة ملموسة يعني مثل رفاهية، سيارة، مسكن، منزل، غيره. معليش الأول الفرق الآسيوية ما مستواها زي الآن، تايلاند مثلا كنا نفوز عليها بخمسة أو ستة راح تفوز عليها، ما تقدر يمكن تنهزم في المباراة الجاية. يعني آخر بطولة خارجية كم يعني كان 2006 أو 2005 قصدك الاتحاد نادي الاتحاد السعودي. نادي الاتحاد السعودي يعني الفرحة هذه يعني إلى الآن أنا بتحسس بالفرحة هذه، أنا الناس قاعدة تفرح بعام 2010 ولا 2009. أنا الأمير نواف يا رب، أنا أقول الآن يا رب يفرح هذا الرجل بإنجاز، لأنه جالس يعمل ضمن فريق عمل ناجح. أقسم بالله يعني أحيانا تيجي مباراة للمنتخب ما فيني حيلة قاعد أشاهدها لأني تعبت يعني وأقول الله يسامحني يمكنني غلطت على بعض اللعيبة يعني صراحة من الحماس اللي أنا شايفة. ترى نحن في السعودية هنا كجمهور رياضي متعطشين إن نحن نفرح يا أخوان، نبغى نفرح مرة الأخيرة هنا. الباحثون عن الفرح إذن في شوارع الرياض، هكذا كان حالهم بعد فوز الاتحاد يوم أمس. هذه المادة كانت قد سجلت يوم الثلاثاء، كان هو الموعد المحدد لهذه المادة، لكن لظروف فقط عرضها أظهرناها في هذا اليوم. على أي حال إذا كان لك تعليق سريع سامي. هذا هو نبض الشارع السعودي الرياضي السعودي، أتمنى الكلمات هذه أن يعاد تشغيلها في معسكر المنتخب السعودي. طيب
حسن عبد القادر سريعا اذا كان البحثون على الفرح، اعتقد انه فعلا يعني عباره جميله، انه هذا طبعا يعني لسان حال كل الجماهير السعوديه في كافه رجال المملكه. اعتقد انه المنتخب يعني للاسف قد يقدم له من جهد ومن تعب ومن تخطيط، لكنه يظل يعاني. سر هذه المعاناه اعتقد انه تحتاج الى 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 الى, إلى لجنه خبراء تكشف ماذا ينقص المنتخب السعودي. اعتقد انه لا ينقص يعني لاعبين بشكل كامل ولا ينقص اعداد بشكل كامل، لكن يعدده يحتاج الى ناس يعني يعرفوا يمكن جوانب نفسيه متعلقه بهذا الاداء الباهت احيانا اللي قدمه المنتخب السعودي. نعم، على اي حال في الرائد وفي اروقته شرفيو الرائد كانوا قد اختاروا ناصر الجفل ليكون رئيسا لمجلس اعضاء الشرف. هذا الاختيار جاء اليوم بعد اجتماع كان قد جرى في نادي الرائد. نتابع لقطات من هذا الاجتماع. إذن الرائديون لمرحلة قادمة شرفيا. هذه النقطة الأخيرة التي نثيرها فقط أذكر أن وتصحيح المعلومة التي كنا قد أوردناها حول عقود الرعاية لتويوتا، عقد الرعاية 10 ملايين ريال، أيضا طيران الإمارات 10 ملايين ريال لكل فريق فقط يحصل أو فريق يحصل على 150 ألف ريال في العام الواحد من كل رعاية من هذه الرعايات. تفضل. سبق أن تكلمنا عن هذا آخر حديث، يعني خيبة أمل بهذا الرقم يعني، لكن مخيبة طبعا، لكن العنوان العريض انه بيئه يعني جاذبه للمستثمرين. لكن خليني بعلق على الرائد شوي بس. ناصر الجفن احد اعضاء الشرف المميزين والداعمين لهذا النادي، له اسهامات سابقه. هيئه الشرف الرائديه متحركه جدا كمجلس بقياده تويجري، الرئيس النوعي المحترم جدا الاستاذ هذا مطوع يقدم نقله نوعيه للرائد خطيره جدا يعني. طيب حسن عبد القادر، ماذا تود ان تقول اخيرا؟ اقول اديني عضو شرف واحد ولد ويدفع، ولا اديني 50 واحد ويتفرجوا يحضروا المنصه ويدعموا عن بعد. عضو شرف واحد مؤثر يدعم النادي ويدفع ملايين افضل من 50 عضو شرف لا يقدمون يمكن لا يوازي عقد لاعب واحد اجنبي. قد نتحدث طويلا فيما لو فتح هذا الملف، لكن شكرا جزيلا لك حسن عبد القادر رئيس تحرير صحيفه هاتريك ان كنت ضيفا معنا في برنامج الملعب اليوم. شكرا، امل ان القاك في مرات قادمه. شكرا سامي اليوسف مدير القسم الرياضي بالعربية نت ورئيس تحرير صحيفة شوت، أمل أن تنضم مع بعض. ستنضم قريبا إن شاء الله. متى؟ إن شاء الله في ديسمبر المقبل. سعدت بتواجدك، أمل لك كل التوفيق. هذه أجمل تحية من مدير التحرير للملعب لهذا المساء عبد العزيز الناجي، فيصل العصيمي، صالح المرشد، عبد الرحمن ناصر، وائل القحطاني. تحية أيضا من رئيس التحرير غانم القحطاني، وأجمل تحية من فهد العتيبي مخرج هذه الحلقة. ألقاكم بخير، إلى اللقاء.